2400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي هو ما أنتجه حقل حسرمل حتى اليوم. يعد حسرمل أكبر حقل في إفريقيا والرابع في العالم، كما يعتبر العصب الرئيسية كونه يجمع إنتاج المواقع الأخرى على غرار الغاز المصاحب المنتج بحسيم سعود. سمحت مرحلة تطوير مشروع ضغط الغاز لحسرمل بتشغيل أكثر من 10,000 عامل متخصص ومتحكم بامتياز في مختلف مهن مجال المحروقات. أثناء استخراج الغاز ينخفض الضغط، وهو ما يجعل استغلاله أصعب، ولهذا الغرض وبهدف ضمان الأمن الطاقوي للبلاد والوفاء بالالتزامات التعاقدية للجزائر وتحقيق عائدات بالعملة الصعبة ومواجهة الاستنفاذ الطبيعي لحقل حسرمل، أدرجت سوناطراك مشروع ضغط الغاز ضمن استراتيجيتها. مشروع ضغط الغاز تقنية تتمثل في رفع ضغط الغاز باستعمال أجهزة شحن توربينية بهدف الإبقاء على مستويات ضغط الشحن الضرورية لسير منشآت المعالجة الموجودة. يتشكل تصميم وحدات حسرمل من عدة تجهيزات وآليات تصفية تسمح بإنتاج 3 مشتقات: الغاز الجاف، الغاز المكثف، وغاز البترول المميع. تستجيب كلها للمعايير والمتطلبات التعاقدية. مشروع ضغط الغاز لحسرمل الذي تقدر مدة إنجازه ب 41 شهرا يتضمن إنجاز 3 محطات ضغط ب3 مناطق: جنوب، شمال، ووسط منطقة حسرمل، ما يسمح بالإبقاء على منصة إنتاج ب 180 مليون متر مكعب قياسي يوميا بتكلفة استثمار إجمالية قاربت 1,200,000,000 دولار، 40% منها بالدينار الجزائري. تخضع هذه المنشآت التي يتم إنجازها مع مؤسسة المقاولة GGC للمعايير الدولية الخاصة بالنظافة والأمن والبيئة، وهي مجهزة بمعدات وأنظمة حديثة من بين الأفضل في الصناعة الغازية. مشروع ضغط الغاز مهيكل لسوناطراك، فبالإضافة إلى الإبقاء على منصة إنتاج ب 180 مليون متر مكعب يوميا، يتيح استرجاع كميات احتياطية إضافية على المدى البعيد ب 400 مليار متر مكعب قياسي من الغاز. مشروع إعادة تأهيل شبكة التميع المقدر ب 300 كيلومتر تم تسليمه للفروع GTP وإنك والمجمع العمومي كوسيدار، ويهدف إلى تشجيع الإدماج الوطني بنسبة 100%. يرتقب أن يتدعم هذا المشروع بمحطة ضغط إضافية ستدخل حيز الخدمة في آفاق 2024. لحقل حسرمل أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني، لذا تعمل سوناطراك جاهدة لضمان نسبة إنتاج ترتقي للمصف العالمي الذي تعتليه المؤسسة، كما ستواصل رفع التحديات والرهانات التي تضمنها استراتيجية سوناطراك.